السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد بسيط وإن شاء الله يكون مفيد في كيفية فتح وتحرير ملفات البي دي اف باللغة الإنجليزية. احنا عملنا عربي خلاص ودلوقتي بنتكلم على اللغة الإنجليزية باستخدام برنامج الوورد. يبقى احنا بنستخدم من بدون أي برامج تانية، برنامج الوورد موجود في كل جهاز. يبقى احنا ممكن نفتح أي ملف، معظم الملفات، مش هنقول أي ملف، معظم الملفات هتطبق عليه الطريقة دي وهتشتغل بطريقة إن شاء الله ممتازة، وتقريبا يعني بأخطاء قليلة للغاية. نشوف مع بعض الشكل هيكون عامل إزاي. أهو بيكون بالشكل ده، ده مستند وورد زي ما احنا شايفين، وهنطبق الكلام ده داخله، داخل المستند ده قدرنا نفتح ملف اللي بي دي اف ونعدل عليه. ده بيتم ازاي؟ نروح مع بعض عشان نطبق نشوف مع بعض. يلا، الطريقة الأولى بروح للملف اللي أنا عايز أفتحه أنا عندي 3 ملفات، ممكن نجرب على واحد فيهم. بعمل رايت كليك بالزرار اليمين وبقول أوبن ويز، وابتدي اعمل ايه؟ مش هلاقي الوورد موجود هنا، فبختار تشوز انذر اب، يعني اختيار برنامج اخر، وبفضل انزل للقائمه تحت، هتخلص الاقي فيه مور ابس موجوده، هلاقيه هو شبه ايه؟ في الاواخر كده خالص، انزل ادي الوورد اهو تقريبا قبل الاخير. خلاص؟ بختار هنا، بس في ملاحظه مهمه للغايه، ملاحظه مهمه للغايه، انا قلتها مرتين، والمره الثالثه بقى ان حضرتك ما تعلمش على الصندوق او البوكس ده. ليه؟ مكتوب عليه always use this app to open PDF files، والا هيتحول الوورد هو البرنامج الرئيسي والاساسي لفتح اي ملف بي دي اف، واحنا مش عايزين ده. طبعا لو حصل كده احنا ممكن نعدل الكلام ده، طبعا امره سهل يعني، بس احنا ما نعلمش على العلامه دي خالص. يبقى ادي الوورد اهو وبضغط اوكي. طيب نشوف ايه اللي هيحصل. بما ان ده برنامج وورد والملف اللي احنا بنفتحه بي دي اف، فلازم تطلع لنا الرساله دي. الرساله دي بتنص على ايه؟ وورد will now convert your بي دي اف to an editable word document، الى اخر الرساله، وده هياخد بعض الوقت يعني. يعني كانه بيبلغني ان هيحصل ان في تحويل للملف من الصيغه بتاعته الى الصيغه اللي ممكن نتعامل معاه. طبعا هنلاحظ ان المؤشر هنا في شكل الساعه الرمليه، بياخد وقت شويه لغايه لما بيجلب، يعني بيجيب او بيفتح الملف اللي هو البي دي اف ده، عشان اضغط على كلمة اوكي. ده بياخد شوية وقت، هننتظر شوية وبعد نضغط. طبعا بيعتمد على حجم الملف اللي احنا عايزين نفتح. طبعا الرسالة مرة تانية بننبه، عشان برضو تبقى انتوا عارفين هو بينبهني الوورد، بيقول لي وورد will now convert your PDF to an editable word document. خلاص يبقى احنا قابلة للتحرير، يعني هيحوله حاجة قابلة للتحرير، وبينبهني ان this may take a while، ده عادة هياخد وقت، شوية وقت، طبعا حسب حجم الملف وجودة الملف اللي احنا بنفتحه، عشان بس ما حدش يزهق. فبالتالي بتنتظر وما تستعجلش تحاول تضغط عشان ما يعلقش منك البرنامج. The resulting word document، المستند الناتج بعد التحويل، will be optimized، هيتم يعني ان هو optimized، يبقى بصورة مثالية لإيه؟ بيحولوه صورة مثالية to allow you to edit the text، يعني انت تحاول تعمل editing وتحرير للتكست، لان هو ده اللي احنا عايزينه. سو وعشان ده يحصل، يعني عشان يخليه هو هيبقى مهتم بايه؟ هيبقى مهتم ان يروح يظبط لي المين التكست. فبيقول لي سو ات مايت نوت لوك اكزاكتلي لايك ذا اوريجينال بي دي اف، يعني مش هيبقى بالشكل بالظبط زي البي دي اف اللي انا جايبه منه، هيبقى فيه بعض الاختلافات. طيب بينبهني، وخصوصا if the original file، لو كان الملف الاصلي contained lots of graphics، لو في جرافيكس كتيره، يعني صور وجرافيكس ورسومات بيانيه وكلام من ده، هيبقى في اختلافات كتيره. فدي نقطه لازم ننتبه اليها، احنا كل الغرض ان احنا عايزين ناخد التكست. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ عن حاجه، في حاجه يعني البرنامج ده بيحصل دلوقتي حاجه زي اللي بنعرفها اسمها ايه؟ او سي ار. الناس اللي بتستخدم السكانر هتعرف الاختصار ده. او سي ار اختصار اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، يعني عمليه التعرف على الاشكال اللي هي الوحدات اللي التعرف الضوئي على الاشكال بتاعته الحروف. طيب لما نضغط بقى هنا اوكي بالشكل ده كده، يبقى هو خد وقت لغايه لما بيجيبه. لما بضغط اوكي بيتعامل معاه بقى عشان يحوله لي لوورد. اهو شايفين المؤشر تحت؟ اهو هو فتحه لي في مستند جديد اساسا يعني. وبيسالني فوق انيبل اديتنج، بقول له اه، فبياكد عليا المعلومه. اقول له خلاص انا متاكد، يلا اتفضل. هو خايف لا يكون في فيروس، في كذا، في كذا، في كذا، فانا اعطيته الاوكي. طبعا لسه الرمز اهو،
كده تم تحويل. اول ما بتظهر لي بقى كل الايقونات وكل المنيوز والقوائم اللي هي في الوورد كده هو اتحول. طب اتاكد من الكلام ده ازاي؟ بسيطه خالص، اروح اقف عند اي نص بالشكل ده كده واديني حولت اللون بتاعه بالمنظر ده اهو، وعملته كمان بولد، وادي التلاته دي بالشكل ده كده عملتها بلون تاني مثلا يعني، او عملتها ايا كان الشكل بتاعها، عملتها اهو ايا كان اهو، اعمل فيه اللي انا عايزه بقى خلاص. وهنا حتى التنسيق زي ما هو، والصور كمان جت زي ما هي اهي. يعني ده بحث تقريبا، ده بحث خلاص، مش تقريبا هو بحث يعني اهو، او شابتر من كتاب في شكل بحث اللي هو بيولوجي اوف سي ويدز، يعني بيتكلم على الطحالب البحريه، ادي اسم المؤلف وهكذا. طبعا ده هنا رايح في الناحيه اليمين، احنا ممكن نوديه ناحيه يسار، اللي هو عمليه التنسيق بالشكل ده. سهل بقى ان اعمل اي تغييرات فيه. يعني لو انا رحت هنا عند الجزء ده، الباراجراف ده مثلا، خدت الجزء ده كده منه، فالنف ده انا مثلا عايز اكبر الحجم بتاع الكتاب، انا كبرت الحجم بتاع الكتاب، غيرت الفونت، عايز اغير الفونت اعمله اي فونت اخر اهو بالشكل ده، ايا كان الفونت اللي هستخدمه اهو، زي ما انتم حضراتكم شايفين، اقدر اغير الفونت لحاجه تانية مثلا، اي حاجه في الجهاز عندي، كاليبري مثلا بالشكل ده، او اهو، او أهو حاجه تانية خالص اهو. يبقى زي ما حضراتكم شايفين الخط عمال يتغير، كل ما انا عمال اغير فيه هو عمال يتغير. خلاص اصبح الخط هنا اديتابل، يعني سهل ان اتعامل معاه، سهل ان اعمل السبيسنج اهو بالشكل ده كده، ان اخليه دبل سبيس او بالشكل ده عشان اوسع مثلا المسافات بس. وبالشكل، وادي الصور بالمنظر ده، ادي الصوره وادي الفيجرز والكلام اللي تحتها، لو عايز ده في سطر جديد بالشكل ده بضغط انسرت، واقوم جاي قال له بيج بريك، بخيبه في سطر الى اخره، وادي حتى الجدول نازل. التنسيق بتاع الجدول ده سهل اتعامل معاه، اهو التيبل ديزاين، وسهل ان اختار الديزاين اللي انا عايزه، انا اخترت حواريكم دلوقتي مثلا الديزاين ده اهو، حتى التيبل قدرت اغير في الديزاين بتاعه بالشكل ده كده، التخطيط بتاعه مش باين، انا عملته بالمنظر ده، اقدر اغير اللي انا عايزه كله اهو. جدول بتعامل معاه اهو، اوتو فيت ويندوز، لو انا عايزه يكبر شويه اهو هنوديه، نوديه شكل اخر اهو بالمنظر ده. يبقى الجداول والصور والرسومات كل حاجه، ادي الصوره بالشكل ده كده اهو، طبعا هي الصوره دي مجمعه بالمنظر ده كده، اقدر اكبرها شويه، اقدر اغير صوره، من هنا بضغط وبغير بقى، ده فيديو اخر ان شاء الله. يبقى نازل لي النص زي ما حضراتكم شايفين. دي الطريقه الاولى اللي هي ايه اللي احنا خدناها لما وقفنا هنا باليمين ورحنا اوبن وذ. الطريقه دي هي الناتج بتاعها هيروح معانا اهو، لو انا رحت هنا فايل وقلت له اوبن بالشكل ده كده، وقلت له براوز، ففتح لي، هيفتح لي بالشكل ده كده. هختار واحد تاني بقى، يعني عشان انا خدت ده، هناخد واحد تاني عشان نبقى جربنا اكتر من ملف، بيسالني نفس السؤال، وبرضو هننتظر شويه لغايه لما العلامه دي ترجع للسهم الطبيعي بتاعها، ننتظر شويه اهو. ده ما خدش وقت كبير، اللي هو الثلاث صفحات بس بالشكل ده كده اهو، فتحهم لي بالمنظر ده، طبعا هو جايب اهو بالشكل ده، اعرف منين الكلام اهو، احدد انا الكلام ده كله وادي له اللون اللي انا عايزه، غيرت الالوان وممكن اغير الفونت كمان، اغير الفونت اهو، هخلي اي حاجه تانية قدام حضراتكم اهو اهو بالشكل ده، وهغير كمان اللون بتاعه، ادي الخط بالشكل ده، هخلي ده هنا مثلا خليته احمر اهو، عايز اغير المسافات في الباراجراف ده، اخليها مثلا 2.5 او 3، وسعت المسافات زي ما انا عايز. خلاص اصبح النص موجود عندي، ده عباره عن جزء من كتاب، فاصبح عندي النص موجود عندي، اعمل فيه اللي انا عايزه بالشكل ده كده اهو، يبقى وفر عليا وقت الكتابه او التمليه. طيب امال الفيديوهات اللي احنا خدناها قبل كده عشان نملي او كده، لان احيانا مش كل الملفات، وده انا قلته في اول الفيديو، مش كل الملفات هتتحول بسهوله بالشكل ده، في ملفات لا، لما اجي احولها هتطلع لي صور، زي اللي شاف الفيديو اللي فات هيعرف. طب ازاي بقى بتعامل معاها؟ زي ما بتعامل مع الملفات العربي، ملفات البي دي اف العربي كان ليها طريقه في الفيديو السابق ان احنا نحولها ازاي، ارجع للفيديو السابق على القناه. انما لو الانجليزي بالشكل ده، وطبعا ده اتحول بدون اخطاء نهائيا، يعني الا في اجل حدود، يعني هنا مثلا على سبيل المثال هنا مجرد المسافه بس اهو، يعني كلمه ايدنتيفيكيشن كان في مسافه. طبعا الحاجات الحمراء دي كلها، لان دي مصطلحات كيميائيه او كده، هي ما فيهاش غلط، ونفس الشيء اسماء العلماء
وطالع لي بنفس الالوان الى اخر الكلام ده كله. يبقى احنا شفنا الطريقه الاولانيه اللي هي رايت كليك وفتح واخترنا الملف برنامج الوورد، او من داخل برنامج الوورد وقلت اوبن. في اكتر من طريقه، في طرق تانية، لكن دي الطرق الاسهل للتبسيط للتعامل مع الكتابه في برنامج الوورد. يبقى انا بقدر اتعامل مع برنامج واحرر، يعني افتح البي دي اف واحرره، يعني اقدر اعدل عليه والتعديل عليه من داخل برنامج الوورد. اتمنى يكون الفيديو ده يكون بسيط وسهل وممتع ومفيد طبعا اكيد، لان هو ده الهدف. والى ان نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم، ادعو الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا يجعل في عملنا هذا رياء او سمعه. ونسالكم الدعاء بظاهر الغيب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.